فشجعوك اخدتهم كلهم. خلوكي حسيت انك قطعتي مشوار كويس في الالبوم. صح. نانسي بتخافي من ايه؟ من المجهول ومن ال ما كل الحياه مجهوله. اه ما هو انت بتخافي من كل حاجه. ما هو عشان كده انا هيك عندي دايما قلق، بس هلا ما بقى افكر كتير يعني، هلا صرت تقريبا يعني تحسنت حالتي يعني شوي. بعد الجواز مثلا ولا تحسنت بعد النجاح الكبير؟ لا تحسنت هيك يعني بعد العيشه بالدنيا يعني الحياه، يعني انه حكي مع الناس اكبر مني، حكي مع ناس هيك بينصحوني، يعني انا بقعد مع كتير ناس هيك يعني بقيتي عندك شيء من بيخبروني اخبار لانه حواليكي ناس بتحبك بجد مخلصه في وبتقول لك اراء كويسه. في ناس مخلصه. بس انا قريت في الورق ان انت عندك حكمه بتؤمني بيها، تقي الشر من احسنت اليه. صحيح الكلام ده مكتوب في الورق؟ ما بقى لا ما قلتيش كده. لا. طب تقولي يا لوري رجب. رجب بيكلمك من هنا. وبخاف كمان، بخاف كمان من الموت، بخاف من انه افقد شخص بعز علي، او مثلا يعني هيك بيعني لي هيك، يعني انه بزعل مثلا من كلمه صغيره اذا شخص بيعني لي قال لي اياها اذا جرحني. هيك يعني حساسه كثير انا. بيشغلك الفكر ده احيانا ولا دايما ولا كثير؟ يعني مش كثير بياخد مساحه منك؟ بس بياخد مساحه مني لانه هذا انا حساسه كثير، يعني هذا شيء بطبعي. وبقول انه ليش انه بصير اوقات انه فكر انه الحياه قصيره، فليش نحن هي قصيره حبيبتي ربنا يديك طول العمر. لا الحياه قصيره، هي هي قصيره يعني مهما طالت، هي قصيره مهما طالت، هي قصيره الحياه يعني لحظات السعاده مش طويله كثير. فدائما بقول انا انه ليه بده يصير في كره بين الناس، ليه بده يصير في فراق، ليه في موت، ليه في قولي لي المواطن اللي سامعك دلوقتي يستغرب لما تقول نانسي عجرم وهي ما شاء الله نجمه مشهوره وكذا 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 وتقول اللحظات السعاده مش كتيره. اه ليه؟ مش كتير. انت عن اي سعاده عم تحكي؟ عن اي قصدك انت؟ مش قصدك انا لاني لا قصدك تقول لي انه لاني انا انسانه مشهوره لازم تكون انا سعادتي؟ لا ما قلتش لازم. بس انا كمواطن ممكن انزعج. أيه. الناس بتحس ان النجوم دول عايشين زي ما انت فاهمه يعني. ايه يعني مثلا انا بأسف كثير انه مثل الجايزه مثلا اللي هلا كنا عم نحكي عنها الميوزك اورلد، انه انا يعني هون بمصر الشعب المصري والصحافه المصريه والاعلام المصري حسيت بقيمتي انا كشخص عم يستلم جايزه اكثر من ما حسيتهم ببلدي. هذا شيء انه بأسف عليه وبزعل عليه، وبقول انه للاسف انه هي ضريبه انه الانسان يكون فنان ويسعد الناس. يعني توصلت اخر شيء لاقول انه انا ما اخذت جايزه على البوم بتفكر في ايه او على مبيعات البوم، انا عم باخذ جايزه على اسم نانسي عجرم يلي اسعد الملايين، صار له 7 سنين عم يسعد الملايين صغار وكبار. فهو الاشياء هيك انه بيزعلوني، يعني بصير اقول انه واحد ببلده بين اهله وهيك، وانه بتحس دائما انه في حسد وفي غيره وفي حكي وفي يعني. هلا كنت عم بسمع الريبورتاج قبل اللي كنت عم تحكي فيه حضرتك والشاعر، انه في ناس عندهم ادمان انه يسمعوا فضايح. كمان في ناس عندهم ادمان انه يطلعوا اشاعات ويسمعوا اشاعات ويفوتوا فيها ويصدقوا يعني القصص والموضوع. يعني بسمع كثير مثلا اكاذيب واشياء واقاويل. اكثر اشاعه زعجتك ايه نانسي؟ طلع عنك اشاعات كثير جدا. اكثر اشاعه خلتك ما نمتيش؟ لا ما نمت صعبه يعني هلا ما بقى ياثروا فيي، بس انه بيطلع اشاعات كثير مثلا ساعه بيطلقوني، ساعه بيقولوا انه ما بعرف سبتي يعني جيجي لاماره، ساعه بيقولوا انك في مشاكل انا وجيجي وجيجي ما كان راضي وجيجي كذا. هول كلهم يعني هيك صرت اسمعهم اقول انا شو في اشياء يعني. بس عارفه ان في درس يعني في يعني نصائح مؤكده في الحاجات دي، انك انت تركني الحاجات دي وتخليكي في سكتك ما لكيش دعوه. ما هو انا بعمل بس برضه بتنزعجي كده. بس انه بنزعج مش من الاشياء، بنزعج عن الناس اللي عم يهتموا بهالاشياء لانه بتكون حياتهم فارغه، ما عند يعني ما عندهم شيء.
ما عندهم شيء بحياتهم الا انه يقعدوا يسمعوا الاخبار ويصدقوها ويمشوا فيها ويحكوا فيها. اهتموا بشيء لكم، رو كتاب، رو كتاب بفيدكم، رو يعني ما بعرف يعني، بس انه اعملوا شيء بحياتكم بفيدكم لكم انتم يعني شخصيا، وسيبوا الناس، سيبوا الناس في حالها، سيبوا الناس تعيش. ما عم بحكي بالفن بس، عم بحكي بالحياه عامه اجمالا. يعني عندنا جار بتحكي على مثلا، الجاره بتحكي على جارتها وهيك. انا يعني كثير هولي بأسف عليهم بالدنيا، مشان هيك عم اقول لك الحياه قصيره، الانسان لازم يفكر بسعادته يعني براحته، ويفكر بغيره، يفكر باعمال انسانيه، يفكر بانه ما بعرف يعني. واضح انك مهمومه شوي على فكره، لما جت السيره دي تضايقتي يعني، واضح ان ده عامل لك هم شوي صغيرين كده في حياتك، يعني عامل لك نقطة كده مضايقاك في قلبك. في لأنه هلا مؤخرا يعني عم بسمع كثير هيك أقاويل وإشاعات وأخبار، فعم يزعجوني يعني من ناحية، مش من ناحية أنا إنه عم يطلعوا علي، يعني مش من ناحية شخصية. مزعجة من الفكرة العامة. صح، من الفكرة العامة إنه ليه موجودين بحياتنا؟ ليه موجودين بعالمنا وبمجتمعنا؟ يعني وينفع الواحد يعيش من وجهة نظرك يعني؟ يعني ينفع الواحد يعيش وهو طيب كده؟ ما هو الطيب ما بيقدر يغير حاله، هاي المشكلة. ما أنا بقول لك ينفع يعيش بقى؟ ما أنا عارف إنه ما بيغيرش حاله. بيعيش بس بيتعذب. بيتعذب. بيتنكد. بيتعذب بصعوبة. صح. طب إيه اللي بيفرحك يا نانسي؟ كل الأشياء اللي بتفرح. كل الأشياء. هلا أنا فرحانة كثير. طب اسمع بقى، عندنا رجب من هنا وتخطى قطع، فعندنا مرسى، مرسى علم ولا إيه؟ بنوته من القاهره اسمها مرسى. استاذ محمود اهلا بيك. اهلا بيك يا مرسى، معاكي نانسي. حضرتك منوره الشاشه، وانا فرحانه قوي ان انا بكلمك ومبسوطه جدا، ومستنيه يوم الاربعاء ده يجي عشان حضرتك تيجي في البيت بيتك. ميرسي. وكنت عايزه اسالك سؤال، ايه اللي ناويه تقدميه في الالبوم الجديد؟ وسؤال تاني، لما بتقابلك مشاكل او صعوبات في العمل واشاعات، ازاي بتحليها باسلوب ايجابي؟ وانا فرحانه قوي بيكي، ومبروك على الزواج السعيد، وشكرا قوي. شكرا يا مرسى. اول سؤال كان ايه؟ كان عن سي دي. بتحضري ايه؟ بتحضري ايه في بتغني قريب ان شاء الله؟ هلا البومي انا جديد يعني، لسه نازل بقاله 4 شهور، فلسه بعد ما ابتديت. انت في الاجازه لسه ما بداتيش؟ لا انا بدات يعني يعني بحفلاتي وبالسفر وهيك، بس بعد ما بلشت فكر بالالبوم اللي بعديه يعني. ما بديتيش تختاري لسه؟ بعد لسه ما قلتيش ولا اي اختيار. والاشاعات كنا هلا بعدنا بالسيرة انه جاوبنا عليها، برد عليهم باعمال ناجحه وبكليبات ناجحه وبنجاح. طب تسمعيني حاجه نانسي بقى، بدل ما انت فرحانه ومبسوطه. اوكي اسمعك. ايه سمعينا اللي يعجبك. سمعينا لمسة ايد. لمسة ايد. لمسة ايد برضى اكيد، وبنسى انك كنت بعيد. كيف بتوب الهوى مكتوب، يقسم قلبي 3 قلوب، قلبي حبك قلبي دوب، قلبي غار عليك، خدني بحضنك خاف علي، حسسني بوجودك فيي، ما بعرف قيمة عيني غير لما يشوفوك، وعدني تبقى العمر بقربي، وعدني ما تفرقنا غربي، انا روحي وعيني وقلبي خلقوا تيحبوك.